السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة في ختام الأسبوع من كلام في الميديا. بنعرض لحضراتكم كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي، وأيضا كل شيء يتعلق بالنادي الأهلي. هيكون معايا النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة الأستاذ محمد القوصي، علشان نتكلم معاه في كل ما هو جديد في الساحة الرياضية، وخاصة موقف النادي الأهلي واستعداده للقائه القادم أمام حرس الحدود. البداية بأهم العناوين. الأهلي يبدأ الاستعداد لحرس الحدود دون راحة. الأهلي يتدرب غدا صباحا ويختتم تحضيراته للحرس عصر السبت. فايلر يحاضر اللاعبين لشرح تحديات المرحلة المقبلة. علي معلول ينتظم في التدريبات ويؤكد جاهزيته لمواجهة الحرس. اتحاد الكرة يقرر الإبقاء على مقعد المرأة في المجلس الجديد. هدف صلاح في سالزبورغ مرشح لجائزة أفضل أهداف الجولة بدوري أبطال أوروبا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النادي الاهلي في البدايه بنتكلم عليه، وبنتكلم على اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. وزي ما حضراتكم متابعين، فوز مهم جدا للنادي الاهلي امس على وادي دجله بثلاث اهداف مقابل لا شيء، نحو استعاده القمه، لما كان الاهلي عنده لقاءات مؤجله. لكن الوضع الطبيعي للاهلي بيكون في المركز الاول. بسم الله ما شاء الله، اداء مقنع جدا، مستوى ثابت لكل اللعيبه، حتى في ظل الغيابات وظل يعني عدم اكتمال جاهزيه بعض اللاعبين، الا ان اللعيبه كلها اللي موجوده بتادي بسم الله ما شاء الله في احسن حال. طبيعي جدا وقت ضيق، مفيش وقت عشان اللعيبه تريح، وبالتالي على طول مستر فايلر قرر النهارده يكون في تمرين علشان اللعيبه اللي ما لعبتش المباراه تستعد. لكن كان في جزء مهم جدا قبل التمرين، وهي محاضره للاعبي النادي الاهلي من مستر ريني فايلر قبل انطلاق التمرين، وده اللي طبعا اقيم اليوم على ملعب مختار التتش، في محاضره طويله اقيم الظهر اليوم قبل بدايه التدريب وقبل بدايه التحضير لمباراه حرس الحدود. ما فيش شك ان دايما المحاضره الطويله بيكون فيها كلام الايجابي، والكلام ازاي نتخطى اي عوامل سلبيه او نتخطى اي عوامل كانت سبب في احداث بعض السلبيات في المرحلة المقبلة. ضغط مباريات كبير جدا جاية الفترة اللي جاية، لقاءات أفريقية، ماتش مهم جدا، ماتش بلاتينيوم هيكون ماتش مهم جدا وحاسم في الصراع ما بين الأهلي والنجم الساحلي في صدارة المجموعة، وبالتالي فوز بيجيب فوز ومكسب بيجيب مكسب. علشان كده الأهلي في الدوري العام والأهلي في أفريقيا والأهلي في أي بطولة بيشارك فيها الهدف واحد، وهو الفوز والمكسب والثلاث نقاط وبطولة جديدة أفريقية. زي ما حضراتكم عارفين بطولة أفريقيا غايبة عن النادي الأهلي من 2013، وبالتالي شيء مهم جدا أن جمهور الأهلي يحلم بتكرار يعني فوزه بالبطولة، وأيضا التواجد في كأس العالم للأندية. وبالتالي كان مهم جدا مستر فايلر يشرح الجوانب الفنية والجوانب كمان الإيجابية والسلبية، علشان نقف على أي مرحلة جديدة ونبدأ إن احنا ناخد خطوات إلى الأمام، لازم نقف على الخطوات السلبية أهم شيء، ونبدأ نتكلم فيها وإزاي نتخطى الجوانب السلبية. علشان كده دايما بعد المحاضرة بيكون في جانب خططي وفني داخل الملعب من جانب المدير الفني، وده اللي حريص عليه واللي حرص عليه مستر ريني فايلر جوه الملعب في التمرين اللي على طول كان بعد المحاضرة، ان مستر فايلر يركز على الجوانب الخططيه كلها والجوانب الفنيه، علشان اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في اللقاءات لما يحصل عمليه روتيشن، لما يحصل عمليه تدوير بين اللعيبه بينها وبين بعضها، نلاقي ان اللي موجود بره الملعب لما ينزل يكون واقف على رجليه، يكون حفظ الطريقه ويكون فهم مقصد المدير الفني من كل طريقه لعب ومن كل اسلوب لعب أثناء المباريات، سواء أفريقيا على ملعبك أو بره ملعبك، ونفس كلام في بطولة الدوري على ملعبك أو بره ملعبك. لكن زي ما بقول لحضراتكم الوقت ده ضيق جدا،
الماتش يوم الاحد، تمرينه النهارده للعيبه اللي ما لعبتش مباراه امس، كمان في تمرين بكره، ويوم السبت ان شاء الله هيكون في تمرين ومعسكر واستعداد لمباراه الحرس يوم الاحد القادم، مباراه مهمه جدا، وفريق مع الكابتن طارق العشري اكيد فريق عنده انياب شرسه وعينه على المكسب. اي حد بيلاعب النادي الاهلي بيكون دايما عينه على احداث الفارق، وان المباراه دي هي اللي بيستناها من السنه للسنه، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الاسامي اللي موجوده على الساحه الرياضيه الكرويه. مباراه الاهلي غير اي مباراه، اللعيب من لغه الكوره بيحاول ان هو يصيط نفسه فيها على قد ما يقدر علشان تكون باب، يا اما ينتقل لنادي احسن او اما يروح للمنتخب الوطني ويشارك في المنتخب الوطني. أكيد من ضمن الاستعدادات أو من ضمن الجزء الفني الخططي هو بعض الأمور اللي مستر فايلر شايف إن هي تنقص هذه المجموعة أو مش تنقص، النادي الأهلي محتاج إن هو يزودها الفترة اللي جاية، وهي التصويب على المرمى، علشان كده خصص فقرة كاملة للتصويب على المرمى علشان يزود من عملية التصويب أثناء اللقاءات. وأنتم عارفين حضراتكم إن هو حل من ضمن الحلول السحرية بالنسبة للاعب كرة القدم، ممكن تكون مباراة مقفولة، وشفنا الموسم الماضي ان عندك اكثر من مباراه كان فيها تكتل دفاعي، كان فيها صلابه دفاعيه من الفرق المنافسه، والمباراه انتهت بتصويبه بتسديده من ركله ثابته، وبالتالي كل العوامل اللي بقول لحضراتكم عليها الفنيه والخططيه اللي مستر فايلر بيتكلم او بينفذها جوه الملعب، اعتقد ان لعيبه الاهلي كلهم بيكونوا محتاجينها. محدش ابدا كبير على التصحيح، او محدش كبير دايما على الكلام، او محدش كبير على انه لو في امر سلبي يتجاوزه ويعرفه علشان ما يكرروش مره تانية. وهو ده البطل، وهو ده النجم اللي دايما يراجع اموره السلبيه ويشتغل عليها علشان تتلاشى وتكون بنسبه 99% كلها امور ايجابيه. المجموعه طبعا اللي ما شاركتش في التمرين واللي ما شاركتش في باقي الاجزاء اللي خاصه بالملعب اللي مستر فايلر كان بيقود فيها التمرين، المجموعه اللي شاركت امبارح في المباراه بالكامل، وبالتالي المجموعه دي كانت مع مستر توماس بينيكل مخطط الاحمال، نزل بيهم بالحمل طبعا وعمل لهم كده ميران استشفائي بسيط علشان يخرجوا كل الاجهاد والتعب اللي مروا بيه من مباراه امبارح. مباراه اكيد كان فيها جري كتير، كان فيها جزء بدني كبير، اللعيبه يعني كانت حريصه ان هي تاديها، وبالتالي اللعيبه ما شاركتش النهارده في المران الاساسي واكتفت فقط بالفقره الخاصه مع مستر توماس بانيكل اللي كان حريص على انه يقود المجموعه اللي لعبت في المباراه لتمرين خفيف علشان زي ما قلت لحضراتكم يكون جزء استشفائي، جزء اللعيبه تتخلى فيه عن كل الارهاق البدني، واكيد هيكون في ساونا وجاكوزي والكلام اللي دايما بيكون مهم للاعبين كرة القدم. الخبر اللي اكيد اسعد كل الاهلاويه والخبر اللي اكيد مهم جدا بالنسبه لنا ان لعبتنا تتعافى من الاصابات اللي موجوده واللي دايما بتضرب الفريق مباراه تلو الاخرى، اللهم لا حسد ويحفظ لعيبه الاهلي كلها من اي اصابات. علي معلول بينتظم في ميران اليوم بعد تعافيه من الاصابه. علي معلول كانت زي ما حضراتكم عارفين في مباراه النجم الساحلي حصلت له اصابه في العضله الضمه، والعضله الضمه من ارخم واصعب العضل اللي في الجسم اللي ممكن يتصاب او يحصل له تمزق او يحصل له شد، عضله رفيعه جدا جدا وتتحكم في كل شيء، تتحكم في الجري، تتحكم في التصويب، تتحكم في التمريرات، كل شيء خاص بلاعبي كره القدم عضله الضمه تتحكم فيه. عشان كده لما اللاعب يتصاب بهذه الاصابه بيكون محتاج راحه وعلاج مظبوط 100% وعدم الاستعجال علشان يكون جاهز مره تانية انه يرجع الملعب والاصابه ما ترجعلوش مره تانية. علشان كده علي معلول تعافى تماما من الاصابه، وبالتالي شارك علي في مران الفريق بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق التمرين تحت اشراف الدكتور خالد محمود، والتاكد بشكل نهائي ان الاصابه تم التعافي منها تماما وعدم وجود اي الام في موضع الاصابه اللي اشتكى منها الكابتن علي معلول. ايضا من ضمن الاخبار اللي بقول لحضراتكم ساره هي اخبار الاصابات واللعيبه اللي بتعود من الاصابات، علي لطفي بينضم الى علي معلول الى العوده الى تدريبات مجددا بعد تعافيه من الام العضله الخلفيه، حصل له بعض الاجهاد علي لطفي وبالتالي كان مش موجود الايام الاخيره مع الفريق واكتفى فقط بالعلاج والتأهيل علشان يعود مرة أخرى علي لطفي مع حراس المرمى مع محمد الشناوي وشريف إكرامي علشان يقود تدريبات اليوم هو والكابتن شريف والحراس الشباب اللي موجودين في استعداد النادي الأهلي لمواجهة الحرس إن شاء الله يوم
الحد المقبل في بطولة الدوري العام. الإصابات زي ما بقول لحضراتكم، زي ما فيها شيء إيجابي فيها شيء سلبي. الشيء السلبي إن صلاح محسن للأسف غادر مران اليوم بسبب كدمة في القدم. صلاح محسن نجم النادي الأهلي ونجم المنتخب الأولمبي وبطل كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الأخيرة، يعني ما قدرش إن هو يكمل التمرين وغادر بعد ما أصيب بكدمة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة اللي أجراها مستر ريني فايلر المدير الفني للفريق للمجموعة اللي ما شاركتش في تمرين في مباراة أمس. زي ما قلت لحضراتكم، صلاح غادر قبل نهاية التمرين وخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور خالد محمود، وإن شاء الله يتم الوقوف وتحديد مدى وصعوبة الإصابة والكدمة اللي لحقت بنجمنا ونجم منتخب مصر صلاح محسن. الاهلي بكره ان شاء الله هيؤدي تدريباته الصباحيه، يوم السبت ان شاء الله الاهلي ايضا يعني اخر تدريباته قبل انطلاق المعسكر واستعداد لمباراه حرس الحدود اللي هتكون يوم الاحد ان شاء الله. مباراه مهمه، مباراه زي ما حضراتكم شايفين ما فيش وقت ما بين مباراه دجله ومباراه الحرس، وكمان مباراة أفريقيا. كل اللقاءات الأهلي اللي جاية هيكون فيها ضغط مباريات، هيكون فيها ضغط في أفريقيا وضغط في الدوري، وبالتالي كل اللعيبة عارفة دورها كويس جدا. إن كل اللعيبة هيكون الأهلي محتاج الفترة اللي جاية، لازم الكل يركز، لازم الكل يكون عارف إن في أي لحظة هيكون موجود في الملعب، واللحظة دي بتكون مهمة لأي لاعب. إنه لو مش مستعد لا قدر الله هتبقى شيء سلبي، لكن لو مستعد على أتم استعداد أعتقد إن هو هيكون هيأدي بشكل رائع جدا، وليه لا ممكن يحجز مكان الاساسي. لكن مع مستر رينيه فايلر زي ما حضراتكم شايفين دايما بيكون في روتيشن، دايما بيكون في تدوير بين اللعيبه بينها وبين بعض، علشان كده اللعيبه كلها تاخد فرص، محدش مش هياخد فرص. الكويس دايما بيفرض نفسه على اي حد، واللي دايما بعيد هيلعب وهيتمرن وهيموت نفسه علشان يكون موجود في الملعب. التنافس هو تنافس شريف، والتنافس هو تنافس جميل بين مجموعة بتحب بعضها، بين مجموعة هدفها الأول هو مصلحة النادي الأهلي، مصلحة النادي الأهلي في المكسب، في تحقيق البطولات، في تحقيق الانتصارات، في وضع النادي الأهلي في المكانة العالمية والأفريقية والمحلية الذي تليق به. علشان كده كل من هو ينتمي إلى النادي الأهلي الهدف الأسمى والهدف الأكبر بالنسبة له هو الكيان، الكيان اللي دايما بيكون أهم من الأشخاص، واللي ده شعار النادي الأهلي في أي لعبة، في أي مجال، في أي مرحلة. طيب ماشي، نخش للعناوين وأهم ما كتب عن الأهلي في الصحف. والبداية مجلة الأهلي: الأهلي يواصل التأق، المارد الأحمر يهزم الدجلوية بثلاثية ويعتلي الصدارة، تغييرات فايلر قلبت المباراة، وأزارو والشيخ يردان الجميل للسويسري. الأهرام: رمضان يتألق، وأزارو يعود للتهديف، والشيخ يعيد تقديم نفسه. الأهلي يفك شفرة وادي دجلة بثلاثية نظيفة ويعود للصدارة. الغزلان: قدموا عرضا قويا في الشوط الأول وانهاروا في الثاني فجاءت الأهداف. الأخبار: الأهلي يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة، اصطاد غزلان دجلة بثلاثية ووصل للهدف رقم 63 في مرمى عبد المنصور. المساء: بعد 15 نقطة في 5 مباريات الأهلي في الصدارة بجدارة، هزم وادي دجلة بثلاثية نظيفة بعد عرض جيد. الأخبار المسائي: الصدارة عن جدارة، الأهلي يعود لموقعه على قمة الدوري بثلاثية في دجلة. الأهرام المسائي: الأهلي لا يقاوم، اكتسح دجلة بثلاثية رمضان وأزارو والشيخ في 45 دقيقة وتصدر الدوري، وتاكيس لم يصمد أمام فايلر، ودفاع الوادي أفسد تألق عبد المنصور. مجلة الأهلي: 7:30 مساء الأحد في الدوري، تخطي الحدود والأمل والمنشود، الأهلي بقيمته يواجه الحرس لتأكيد قمته. الوطن: الأهلي يستعد للحدود دون راحة، أزارو يبحث عن عرض للرحيل، فايلر يحسم الصفقات والاستغناءات، طبيب الفريق يحذر من مشاركة معلول، وإمبي يطلب حمدي، والسيد يفشل في العودة للسعودية. الشروق: الأهلي يؤجل التعاقد مع مدافع لنهاية الموسم، فايلر يشدد على أولوية التعاقد مع مهاجم النيجيري
إيكيلي، والفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للحرس. اليوم السابع صالح جمعة، ورقة المقايضة الحمراء في صفقات المحمدي وجلال، قيد كهرباء في القائمة الأفريقية بعد عقد الخمسين مليون، والجهاز الفني يغلق ملف دجلة ويفتح صفقة الحدود. المصري اليوم، فايلر يتحفظ على استمرار الشيخ ومارسيلو. صالح يبحث عن عرض خليجي، تجهيز حل معلول بالعلاج الطبيعي، الخلفية تطارد علي لوكسي. الدستور، الأهلي يرفض طلب فايلر فتح الاستبدال ويفاضل بين أربع مدافعين. البداية من مجلة الأهلي عشان ناخد مع حضراتكم العناوين ونعلق على كل الأخبار اللي قريتها لحضراتكم. المارد الأحمر يهزم الدجلوية بثلاثية ويعتلي الصدارة، ما فيش شك إن النادي الأهلي مكانته الطبيعية إنه يكون على القمة. مباراة كانت صعبة في البداية، لكن الأهلي بخبرته وبحنكته اللي موجودة في مديره الفني ولعبته قدر إنه يحسم المباراة في 45 دقيقة. تألق كبير جدا لرمضان وأيضا لأزار وأيضا للشيخ، اللي التلاتة كانوا سبب في التلات أهداف. تغييرات مستر فايلر ما فيش شك، عمل تغييرين بهدفين، وده شيء بيكون مهم جدا جدا للمدير الفني، وهي قراية الملعب أثناء سير المباراة. ممكن مدرب يكون كبير جدا لكن ضعيف قرايته للمباراة أثناء اللقاء، وأيضا مدرب يكون ما عندوش الجزء الخاص بالقيادة الفنية لكن ممكن يكون شاطر، وفي مدرب يجمع بين الاثنين، وده اللي مستر فايلر بسم الله ما شاء الله بينفذه، ان هو شاطر جدا في قيادته، وان هو شخصية قوية جدا، اللعيبة بتحترمه وبتقدره كويس جدا، وانه في نفس الوقت بيعرف يقرا سيناريو المباراة، وايضا بيعرف يقرا دايما المنافس بشكل كويس قبل المباراة واثناء سير المباراة. ممكن المدرب قبل الماتش يكون محضر بطريقة مختلفة تماما، يتفاجئ ان في الماتش المنافس بيلعب بطريقة مختلفة، فلازم يحدث بعض التغييرات اللي يكون موجودة، ومن خلالها هنا يحصل تألق لفريق المدرب، والإعلام يشيب بيه والإعلام يتكلم عليه، لكن المدرب اللي مش بنحس بيه وان هو دايما بصمته واحدة قبل زي أثناء زي بعد، بيكون مدرب زي ما حضراتكم عارفين ضعيف ومش بيستمر لفترة طويلة. الأهرام، رمضان يتألق، أزار يعود للتهديف، والشيخ يعيد تقديم نفسه، والأهلي يفك شفرة وادي دجلة بثلاثية نظيفة ويعود للصدارة. الغزلان قدموا عرضا قويا في الشوط الأول وانهاروا في الثاني فجاءت الأهداف. طبعا رمضان صبحي ما فيش شك أنه هو بيتألق على طول، ده مبدئيا. وليد أزارو بدأ يعود للتهديف بعد ما شال كل الضغوط اللي موجودة عليه في الفترة الأخيرة، وبدأ أنه هو واحد من أبرز المهاجمين اللي موجودين في مصر وفي الوطن العربي. راجل بيلعب منتخب المغرب وراجل بيلعب اساسي في النادي الاهلي في يوم من الايام، لكن ده زي ما قلت لحضراتكم سياسه روتيشن وسياسه تدوير، ان مستر فايلر بيعتمد كل شويه على بعض الافراد اللي بيكونوا خاصين بالمهمه الحاليه، يعني من الاخر بلغه الكوره كل مباراه بيكون ليها رجالتها، كل مباراه بيكون ليها تشكيلها، كل مباراه بيكون ليها طريقتها، وبالتالي أزارو لما بيكون موجود في الوقت المناسب بيهدف وبيتألق، أزارو لما مش بيكون موجود على مقاعد البدلاء مش موجود في الملعب بيركز ان هو لما ينزل يثبت نفسه ويحقق اللي مطلوب منه، هو احراز هدف، هو راس حربه مهمته الاساسيه هي دايما احراز الاهداف، وده الشيء اللي بيميز رؤوس الحربه والفراوده. حتى وليد أزارو واحد من المهاجمين الممتازين جدا جدا اللي اعتقد ان مستر فايلر هيعتمد عليهم بشكل كبير. احمد الشيخ طبعا كلام يعني ما نقدرش ان احنا يعني غير ان احنا نثني على اداء احمد الشيخ، بيبقى دايما موجود في ظروف لعيبه كتيره بتتالق فيها، وان دايما بيحجز مكانه في التشكيله الاساسيه، بيحصل بعض التغييرات في الاجهزه الفنيه، يبتعد لفترات، لكن لما بيبتعد ما بيفقدش الامل ان هو يعود اقوى من الاول. لما بيعود احمد الشيخ بيعود وبيتالق وبيحرز الاهداف. مباراه الاهلي وبني سويف في بطوله الكاس حقق واحرز هدف، مباراه الاهلي نزل امبارح كبديل وحقق هدف، وبالتالي تغييرات مستر فايلر للاهرام كاتب عليها او بيتكلم ان أزارو وشيخ بيتألقوا، اعتقد ان هم تألقوا ولفتوا الانظار، وكمان يعني بيردوا الجميل اللي مستر فايلر وثق فيهم واداهم الثقه وخلاهم تغيير من التغييرات المتاحه بالنسبه له، وبالتالي النادي الاهلي زي ما الاهرام كاتب بيفك شفره وادي دجله بثلاثيه نظيفه ويعود للصداره الى مكانته الطبيعيه. الاهلي يتصدر، ده الاخبار، الاهلي يتصدر الدوري بالعلامه الكامله، طبعا العلامه الكامله بسم الله ما شاء الله 15 نقطه من 5 مباريات، الاهلي بسم الله ما شاء الله لم يهزم، الاهلي
كمان لم يتعادل، بسم الله ما شاء الله نتائج كلها أعلى من هدف، لكن الهدف رقم 63 في مرمى الكابتن محمد عبد المنصف. طبعا كابتن محمد عبد المنصف واحد من أكفأ الحراس اللي موجودين في مصر، بسم الله ما شاء الله، يعني عدى الـ40 وبيلعب، محافظ على نفسه، محافظ على صحته، محافظ على رشاقته ومرونته. مفيش شك ان هو واحد من الحراس الكبار جدا في مصر، ليه كل الاحترام والتقدير، لكن 63 هدف ده حصيله الكابتن عبد المنصف من احراز النادي الاهلي اهداف في مرماه. كابتن عبد المنصف لعب في الزمالك، لعب في دجله، لعب في انبي، وبالتالي لعب كتير جدا قدام النادي الاهلي. 63 هدف مش معناهم ان هم جم في ماتشات قليله او ماتشات تتعدى على الاصابع، لا، ماتشات كتيره جدا بين الكابتن عبد المنصف والنادي الاهلي، علشان كده الاحصائيه بقت ما بين النادي الاهلي وبين الكابتن عبد المنصف، فده بيدل على تاريخ النادي الاهلي وتالق النادي الاهلي وايضا تاريخ الكابتن عبد المنصف اللي اكيد بنكن ليه كل الاحترام والتقدير. المساء الاهلي في الصداره بجداره، العنوان حلو طبعا ولذيذ وجميل، وطبعا جدارة النادي الأهلي في وصوله إلى صدارة الدوري ب 15 نقطة بدون أي هزيمة وبدون أي تعادل، علشان كده كان لازم يعني يتكتب بعض العناوين اللي يكون فيها استحقاق وأحقية للنادي الأهلي، علشان يعني يكون في يعني النادي الأهلي ياخد حقه من الآخر. يعني النادي الأهلي بيهزم وادي دجلة بعرض جيد، عرض يعني ممكن نزود عليه ونقول جيد جدا في الشوط الثاني، 3-0، اعتقد ان النتيجة بالثلاثية ممكن نقول عليها جيد جدا، وده كان ابرز العناوين او ابرز العنوان اللي موجود في جريدة المساء، ان الاهلي بالجدارة دايما في الصدارة. الاخبار المسائي، الصدارة عن جدارة، يعني الاثنين نفس العنوان، ويعني هيبقى نفس الكلام، ان الاهلي ما في شك ان هو يستاهل المكان اللي موجود فيه، ومكانة الاهلي الطبيعية اللي دايما موجودة في الصدارة والمركز الأول. الأهرام المسائي، الأهلي لا يقاوم. الأهلي بسم الله ما شاء الله، عشان بس ما نحسدش الأهلي كل شوية ودايما نتكلم عليه بالإيجابية وبالكلام الكويس اللي دايما بيبقى موجود بعد أي انتصار. سياسة النادي الأهلي يا جماعة زي ما حضراتكم عارفين، بنخلص ماتش بنقفل الصفحة، بنفتح صفحة المباراة اللي بعديها، بنستعد ليها ولا كأن حاجة حصلت. ده يعني قدر كل من هو ينتمي للنادي الاهلي ان هو يحتفل بس ساعه ساعتين اللي هم بعد المباراه، وبعد كده يروح البيت ينام، يصحى تاني يوم عنده اشغال شقه، وهو الاستعداد للموقعه اللي بعديها والبطوله اللي بعديها والانجاز والتحدي اللي بعديه. مجله الاهلي بتتكلم عن مباراه يوم الاحد، وهو ده الكلام المظبوط اللي لازم نتكلم عليه، واللي قلت لحضراتكم من ثواني ان الاهلي دايما بيفتح أو بيغلق صفحة الانتصارات بعدها بساعتين علشان يستعد ويفتح صفحة جديدة في مباراة يوم الحد 7:30 مساء الأحد في الدوري، تخطي الحدود والأمل المنشود. الأهلي بمهمته يواجه حرس للتأكيد قمته. طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي المباراة المهمة جدا، مباراة تأكيد الصدارة، ومباراة في ظل ريكورد أو رقم جديد الأهلي بيحاول أنه يحققه مع مستر فايلر، وهو الفوز بأكبر عدد من المباريات بدون أي هزيمة وبدون أي تعادل، مكسب فقط لا غير، هو ده اللي بيركز فيه النادي الأهلي علشان يوصل للي هو عايزه وعلشان يحسم بدري بدري. كل ما أنت بتحسم بدري، كل ما بيكون عندك فرصة أن أنت تركز في بطولات تانية، كل ما بيكون عندك فرصة أنك تشوف باقي اللعيبة اللي موجودة. أيضا 3 بطولات، الدوري، الكاس، أفريقيا، 3 بطولات الأهلي دايما بيكون عينه عليهم، والأهلي بيحاول أن هو يحقق على قد ما يقدر بطولتين من الثلاثة إن لم تكن الـ3 بطولات. الأهلي يستعد للحدود ده في الوطن، الأهلي يستعد للحدود دون راحة، وأزار يبحث عن عرض الرحيل، فايلر يحسم الصفقات والاستغناءات، طبيب الفريق يحذر من مشاركة معلول، وإنبي يطلب حمدي، والسيد يفشل في العودة للسعودية. طيب الأهلي يستعد للحدود دون راحة، ده اتفقنا عليه وكلنا مجمعين على هذا الكلام، لكن أزار يبحث عن عرض للرحيل، ما اعتقدش ان ازارو يبحث عن عرض للرحيل بعد يعني بعد ما هو بدا يشارك وبدا ان هو يتالق ويحرز اهداف وبدا ان هو يعني يعود مره اخرى لمكانه الطبيعي ومكانته الطبيعيه لدى كل الجمهور الاهلاوي، ودايما كلام يعني سابق قوي لاوانه، ما حدش جاي من جوه الاهلي بيتكلم وبيقول اي شيء خاص بمين جاي،
مين رايح. دايما القفله اللي الاهلي قافلها على نفسه واللي دايما بيكون حريص ان محدش يعرفها غير من طريقين زي ما قلت لحضراتكم. الطريق الاول موقع رسمي للنادي الاهلي، تخشوا حضراتكم عليه وتعرفوا كل الاخبار الحقيقيه والاخبار اللي فعلا حضراتكم عايزين تعرفوها. الحاجه الثانيه قناه النادي الاهلي، لما نطلع نقول لحضراتكم خبر بعينه وتشوفوا الصور من الموقع الرسمي ونقوله لحضراتكم بلساننا، كل المذيعين الزملاء اللي هنا تعرفوا ان الكلام ده صحيح. لكن كل ما يشاع وكل ما يكتب في الصحف هو اجتهادات طبعا للزملاء الصحفيين اللي دايما بيتعبوا واللي دايما بيكونوا مشكورين على اجتهادهم في محاوله كتابه بعض الانفرادات. لكن الاهلي بعيد تماما عن اي انفرادات، والاهلي بعيد تماما عن اي شيء بيتكتب عليه، علشان كده أزاره يبحث عن عرض للرحيل. اعتقد ان هو خبر غير صحيح بالمره. الان ما بيننا وهنشوف وليد أزارو مكمل في الاهلي ولا لا. حاجه تانية، من حق جمهور الاهلي ان هو لما يلاقي خبر سلبي عن النادي الاهلي نجيبه لحضراتكم هنا ونتكلم عليه ونقوله للجمهور سواء هو حقيقه او غير حقيقي، علشان الجمهور يركز مع فريقه. ده طلب انا بحب اطلبه دايما من الجمهور، انك تركز مع النادي الاهلي فقط وتركز مع كل ما هو ايجابي، علشان في الاخر ده بيصب في مصلحه النادي الاهلي. مفيش حد ما بيتابعش السوشيال ميديا، محدش ما بيتابعش التلفزيون، علشان كده اللعيبه لما تتابع وتلاقي ان الجمهور تلاقي ان دايما الدعم من حضراتكم ومن كل من هو يحب وينتمي للنادي الاهلي بشكل كبير، وان الناس قلبها على قلب بعض، وان ما حدش شايف امر سلبي، كلنا مركزين في الامور الايجابيه، اعتقد ان ده هيعود بالمنفعه على لاعبي النادي الاهلي. جريده الشروق، الاهلي يؤجل التعاقد مع مدافع لنهايه الموسم، مستر فايلر يشدد على اولويه التعاقد مع مهاجم النيجيري ايكيلي، والفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للحرس. يعني هقول لحضراتكم، مستر فايلر بيشدد على أولوية التعاقد مع مهاجم والنيجيري إيكيلي في الصورة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تاني، كل الأخبار دي أكيد طبعا يعني من حق السادة الصحفيين إن هم يكتبوها، لكن النادي الأهلي أعتقد في الناحية الدفاعية عنده أكثر من لاعب وعنده أكثر من نجم، ياسر إبراهيم، متولي، رامي ربيعة، سعد سمير، أربع لعيبة دول يعني غير ايمن اشرف كمان لما بيلعب في مركز المساج، غير محمد هاني لما بيلعب في قلب الدفاع، غير الكابتن احمد فتحي لما يلعب ايضا في قلب الدفاع. وبالتالي احنا يعني حدث ولا حرج عن دفاع النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله، من غير ما انا اتكلم كل جمهور الاهلي عارف الدفاع النادي الاهلي والاسامي اللي موجوده فيه كفيله انها تشيل النادي الاهلي لمواسم مش موسم واحد فقط. كمان يعني مكتوب ان مستر فايلر اولويته التعاقد مع مهاجم، زي ما قلت لحضراتكم الاهلي عنده مروان محسن، عنده وليد ازارو، عنده صلاح محسن، واحد من اللعيبه اللي عندها مستقبل كبير جدا. النادي الاهلي في الفتره الحاليه ما عندوش اي حاجه يركز فيها غير لقاءاته الافريقيه ولقاءاته المحليه، وايضا بنتكلم في بطوله الكاس والدوري. لو في اي حاجه مستر فايلر بيكون طالبها من الجهاز الفني او من الاداره، اعتقد ان ده شيء ما بيكونش ابدا معلن في الاعلام ولا ابدا بيكون مطروح غير في الوقت الحالي، بيكون يعني محل نقاش ممكن، لكن ما بيكونش شيء معلن غير كمان لما نروح لشهور الانتقالات سواء في شهر واحد او في شهر ستة او في شهر سبعة، علشان نبدا نتكلم عن اللعيبه مين اللي ممكن نتعاقد معاه ومين اللعيبه اللي ممكن ما نتعاقدش معاه. كل الاسامي مطروحه طبعا، ده شيء طبيعي، لكن زي ما قلت لحضراتكم قفله الاهلي على نفسه اعلاميا دايما بيخلي الصحفيين والساده الزملاء الاعلاميين يجتهدوا ويرشحوا بعض الاسامي اللي بتكون موجوده في الوسط الكروي. اليوم السابع، صالح جمعة، ورقة المقايدة الحمراء في صفقات المحمدي وجلال، قيد كهرباء في القائمة الأفريقية بعد عقد ال50 مليون، والجهاز الفني يغلق ملف دجلة ويفتح صفحة الحدود. طبعا صالح جمعة الأهلي أبدا عمره ما بيخلي عمره ما بيخلي لاعب يكون ورقة مقايدة، ولا لاعب هيبدله مكان لاعب، ولا الكلام اللي بيتكتب ده كله. اللعيبة كلها في النادي الأهلي كلها سواسية، كله بياخد فرص، وفي لعيب ممكن ربنا يكتب له التوفيق ويكمل مع النادي الاهلي، في لاعب ربنا ما يكتبلوش التوفيق ويطلب ان هو يرحل علشان يشوف مكانه او يشوف فرصته في مكان تاني. وبالتالي الاهلي عمره ما بيقايد حد، وعمره ما صالح جمعه هيكون ورقه مقايده. كل شيء في النادي الاهلي بيكون بالاتفاق، كل شيء جوه القلعه الحمراء دايما بيكون ماشي بشكل طبيعي، بيكون ماشي بشكل اخوي، وفي نفس الوقت كل واحد بياخد حقه. دي كلمه مهمه جدا، ان كل واحد ياخد حقه، ده شيء مهم جدا وشيء ممتاز بيحدث داخل النادي الاهلي. المحمدي باهر المحمدي او اسامه جلال، كلام زي ما بقول لحضراتكم كلام سابق جدا لاوانه، كلام ايضا
مش معلن او حتى مطروح جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيحب يطرح اسامي ما اعتقدش ان حد يعرف يعني مين الاسامي تحديدا او مين الاسامي بعينها، ان الاهلي هو اللي بيبص عليها. علشان كده بقول لحضراتكم ان الموضوع مين هيمشي ويجي مكانه مين، او مين زي العنوان المكتوب ان هي ورقه مقايضه ان ده هيمشي وده يجي مكانه، وكمان مكتوب قيد كهربا فايمه الافريقيه. طب كهربا اصلا يعني ما فيش اي كلام تم الاعلان عنه لحد دلوقتي، يعني ما فيش اي حاجه. زي ما حضراتكم متابعين مصدرين القناه والموقع، وبالتالي كله كلام. لكن في الاول وفي الاخر احنا بنعرض لحضراتكم الكلام اللي مطروح في الاعلام وفي الصحف، وفي نفس الوقت بنرد على الكلام سواء بالتاكيد او بالنفي. لكن زي ما قلت لحضراتكم ده حق مكفول لكل الجمهور الاهلاوي. المصري اليوم: فايلر يتحفظ على استمرار الشيخ ومارسيلو. طيب دلوقتي لو مستر فايلر بيتحفظ على استمرار احمد الشيخ وحسين السيد، طيب ليه مستر فايلر امبارح بيدفع باحمد الشيخ وبينزله واحمد الشيخ كمان بيجيب هدف؟ لا ده كمان في مباراه كاس مصر احمد الشيخ بدا المباراه وجاب هدف. طيب فهل يعقل ان احمد الشيخ او اي مدير فني لو عايز يستغنى عن لعيب هل هو هيديله فرصه واثنين وثلاثه علشان يلعب ويشارك وبعد ما يشارك يجيب اهداف فيحرج المدير الفني؟ اكيد طبعا، يعني اكيد طبعا ما فيش حاجه زي كده. لكن لما بيكون مدرب عايز ان هو يستبعد لعيب او عايز ان هو مش مقتنع بلعيب وعايز يستغنى عنه، اكيد طبعا يعني بيكون شايفه من البدايه في التدريبات لاعب لا يستحق التواجد. لكن احمد الشيخ وحسين السيد اثنين لعيبه اعتقد ان هم مهمين جدا. حسين السيد واحد من اهم اللعيبه واللي تالقه في الدوري السعودي، علشان كده هتجيله الفرصه في الوقت المناسب. لكن لما تجيله الفرصه ان شاء الله يكون مستعد ليها علشان يتالق و يعني يؤدي نفس الاداء اللي محمود وحيد اداه لما علي معلول اتصاب، ولما الفرصه اتيحت لمحمود وحيد ادى وتالق بشكل جيد جدا، وبسم الله ما شاء الله محافظ على مكانته ومحافظ على لياقته، واعتقد ان هو اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. الدستور الاهلي يرفض طلب فايلر فتح الاستدال ويفاضل بين اربع مدافعين، كلام مع كامل الاحترام والتقدير لجريده الدستور. الاهلي لا يرفض، والاهلي يعني الاهلي دايما يناقش، والاهلي دايما يحاور، والاهلي دايما يتكلم، والاهلي دايما ياخد بالمشوره، والاهلي دايما عنده لجنه تخطيط، والاهلي دايما بياخد مش راي واحد او اثنين، الاهلي في مجموعه بيقعدوا بيتكلموا بيشوفوا. وزي ما قلت لحضراتكم طالما في مصلحه الجهاز الفني وفريق كره القدم، مش بس كره القدم، في كل اللعبات وفي كل المجالات، الاهلي دايما يعطي الضوء الاخضر لكل ما هو في مصلحه النادي الاهلي. وبالتالي الاهلي ابدا لن يرفض طلب مستر فايلر بيطلبه منهم. علشان كده الفتره اللي جايه بدايه من شهر الانتقالات، شهر يناير وشهر واحد، اعتقد ان الامور هتكون مختلفه، وهنقرا وهنسمع اخبار مختلفه تماما عن اللي حضراتكم بتسمعوه وبتقروه في الصحف والمواقع. طيب نروح بقى على المواقع علشان نشوف أخبار النادي الأهلي والبداية. موقع الكابتن: في مثل هذا اليوم الخطيب يمنح الأهلي أول الألقاب لدوري أبطال أفريقيا. موقع الشروق: الأهلي عقوبة ربيعة لا علاقة لها بمشادته مع فتحي. في الجول: الأهلي يكشف هوية حكم مباراته ضد بلاتينيوم. 4 البوابة سبورت: رعب في الأهلي بعد تجدد إصابة كريم ميدفيد. طيب البداية من موقع الكابتن: في مثل هذا اليوم وتحديدا 12 ديسمبر عام 1982 قاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي فريقه للحصول على أول ألقاب الأهلي الأفريقية، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بمسماه القديم، دوري أبطال أفريقيا بمسماه الحالي. والتقى الأهلي نظيره كوتوكو الغاني في مدينة كوماسي في لقاء الإياب بنهاية البطولة، حيث فاز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة ذهابا، والذي يقيم يوم 28 نوفمبر من نفس العام. حرصت جماهير كوتوكو زي ما حضراتكم عارفين بقى على ملء المدرجات بكثافة، حيث حضرها 70,000 متفرج، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما. سجل أشانتي كوتوكو جون بان ريمان، بينما أدرك التعادل للنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بصناعة الكابتن مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا طاقم
جنبي وطبعا دودون جاي ومساعدة حاج فاي وسليمان استنان. بص حضراتكم يعني جايبين لحضراتكم كل شيء، حتى طاقم الحكام اللي حكم المباراة عشان هي أهم وأغلى بطولة للنادي الأهلي في مشواره الأفريقي، علشان هي دي اللي فتحت الطريق البطولات الأفريقية واللي كانت بداية في لقب النادي الأهلي الأفريقي إنه نادي القرن. نروح لموقع الشروق ونشوف الكابتن سيد اتكلم عن توقيع العقوبة على رامي ربيعة مدافع الفريق. كابتن سيد اتكلم وقال تصريحات الكابتن سيد عشان بس نركز فيها ونبقى عارفين ايه اللي بيقال في الواقعة اللي انا شايف ان هي اخذت من اكبر من حجمها شوية على السوشيال ميديا وفي الصحف والجرائد. كابتن سيد قال ان في عقوبة مفروضة على رامي ربيعة لكن لا علاقة لها بمشادته مع احمد فتحي بعد مباراة الهلال، علشان الكل اللي بيتكلم واللي بيجتهد وبيقول ان احمد فتحي ورامي ربيعة الاثنين اتخانقوا مع بعض او شدوا مع بعض او قالوا لبعض كلام كبير والصوت عالي وان الكابتن سيد وقع عقوبات علشان هم شدوا مع بعض، الكلام ده على لسان الكابتن سراب حفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، قال الكلام ده ليس له اساس من الصحة، خصومة او الخصم من رامي ربيعة ملوش علاقة ابدا بالمشادة اللي بيقال عنها مع زميله والكابتن احمد فتحي بعد مباراة الهلال. والكابتن سيد قال ان مفيش مشكلة ان اللعيبة القدامى توجه زمايلهم داخل الملعب او خارجه بشرط عدم التجاوز، وهو ده شيء مهم جدا بشرط عدم التجاوز، علشان بس نركز في الكلمة ان ما عندوش مشكلة ان اللاعب الكبير او اللاعب الكابتن ان هو يوجه زمايله جوه الملعب او بره الملعب بشرط عدم التجاوز، وطالما الكلام في سياق الملعب وفي سياق التعليمات فهو مقبول ومفيش منه اي مشكله تماما. كمان الكابتن سيد قال ان اي مدير فني يتمنى انه يكون عنده اربع لعيبه يؤدوا الادوار القياديه داخل الملعب، والاهم دايما هو الحفاظ على الاجواء الهادئه داخل غرف خلع الملابس. نروح على في الجول. كابتن سيد اتكلم عن هوية حكم المباراة القادم أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا. كابتن سيد قال إن الخطاب اللي وصل لنادي الأهلي الاتحاد الأفريقي يشير إلى إقامة مباراة بلاتينيوم يوم 28 ديسمبر المقبل، وقال إن المباراة هتقام في الساعة 9 مساء. ولفت كابتن سيد عبد الحفيظ الانتباه إلى أن حكم المباراة هيكون من بوروندي، وده اللي أدار مباراة مصر ومالي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. حكم لقاء مصر ومالي كان جورج جاتو من بوروندي، وده اللي هيحكم مباراة الأهلي وبلاتينيوم إن شاء الله يوم 28 ديسمبر المقبل. طيب نروح ل 1-3 وخبر يعني كلام عن النادي الاهلي ان هو يتعاقد مع، او في كلام معلن ان النادي الاهلي بيحاول ان هو يتعاقد مع نجم الفريق وليد الكارتي. وهنا بقى نوضح لحضراتكم ايه اللي حصل بالظبط، ان كشف سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي حقيقه وجود مفاوضات من جانب اداره الاهلي للفوز بخدمات نجم الفريق وليد الكارتي. الايام اللي فاتت كان في انباء كتيره جدا بتقول ان في اتصالات ما بين اداره الاهلي المصري والوداد مع اللاعب بعد تعليقه خلال الفترة المقبلة. طبعا رئيس النادي قال في تصريحات تلفزيونية وصحفية مغربية، قال ان كل ما تردد حول الامر له ليس له اساس من الصحة وان اللاعب ليس للبيع. واضاف رئيس النادي ان الادارة متمسكة باستمرار اللاعب ولا تنوي التفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة. زي ما قلت لحضراتكم كله كلام، مفيش ابدا اي حاجة بتكون معلنة، وكل ما هو معلن بيكون دايما يعني محور شك، وبالتالي بنوضح لحضراتكم اللي بيكونوا عايزين تعرفوه علشان تعرفوا كمشجعين للنادي الاهلي ومنتمين في تشجيعه. اعتقد ان هو من حقنا ان احنا نوضح لحضراتكم ايه الصح وايه الغلط. يلا بينا نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار ايضا المحترفين. اليوم السابع اتحاد الكرة يقرر الإبقاء على مقعد المرأة في المجلس الجديد. سوبر كورة، اتحاد الكرة يدرس تحديد 70 عاما كحد أقصى لسن المرشحين للانتخابات المقبلة. يلا كورة، صوت لصلاح، هدف مو ضمن قائمة المرشحين للأفضل في الجولة السادسة للأبطال. صدى البلد، محمد النني يحسم مصيره مع بشكتاش التركي.
الجمهورية أونلاين موعد قرعة دور 16 لدوري أبطال أوروبا. أس عربي كريستيانو رونالدو ريال مدريد مذهل، أتمنى خوض نهائي دوري الأبطال أمامه. سبورت 360 زيدان ريال مدريد سوف يقضي على ليفربول. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح لفاصل علشان نبدا يعني نروح نستقبل ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ محمد القوصي علشان نتكلم معاه في كل الامور الخاصه في الساحه الكرويه الرياضيه بشكل عام والنادي الاهلي بشكل خاص، ولكن بعد الفاصل. الجزء الثاني من فقرتنا اللي دايما بتكون حواريه مع الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. برحب بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا ازي حضرتك كابتن. اهلا بيك، منورني. الحمد لله، ده نورك حبيبي، ربنا يخلي حضرتك. طبعا احداث كثيره جدا في الساحه الرياضيه الكرويه بشكل عام والنادي الاهلي بشكل خاص، لكن البدايه من النادي الاهلي، وعايز اعرف راي حضرتك في لقاء الاهلي ودجله امس. راي انا في لقاء الاهلي ودجله؟ طبعا لازم اخد رايك واعرفه وتقول لي شفت المباراه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقه يعني انا عايز اقول لك ان عايش حاله استمتاع بالنادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يديم نعمه الاهلي كده ويمشي بهذا الشكل وهذا المستوى. والوضع ان ما شاء الله ان الامور هتمشي بهذا الشكل، لان دي شخصيه. دي يعني البعض كان يتخيل ان ممكن ده يكون يعني في احيانا ظاهره تعمل ماتش كويس وماتش حلو تقول لك اي وجميل وحاجه رائعه وبعد كده ترجع تاني المستوى. اما انك انت تحافظ على شخصيه معينه بنفس التفاصيل فيما يقرب من 10 مباريات دلوقتي، فدي حاجه، ده دليل على ان الراجل ده عمل شخصيه واضحه ومحدده. طبعا النادي الاهلي طول عمره ليه شخصيه كرويه معروفه يعني، لكن عمل شكل للاداء الاهلي، للتكتيك في الاهلي، للخطط في الاهلي، لتحركات لعيبه الاهلي. انا اول مره يعني شفنا الاهلي كتير ولعب ماتشات كتير جدا وعمل ماتشات تاريخيه وماتشات عظيمه، بس الاول مره نستمتع بكوره النادي الاهلي. بنشوف كوره جميله، كوره حلوه، اداء رائع. امبارح رمضان صبحي وهو طالع يحتفل بالجون في 7 واقفين في السكس يارد يعني يحتفلوا معاه، صح؟ حاجه مش ممكن يعني. تخيل فريق الاهلي كلها كانت جوه السكس يارد يعني، يعني قليلين جدا ما يجون. فالاهلي بيلعب كوره جميله، كوره مميزه، كوره فيها تحركات رائعه. الطريقه اللي بيلعب بيها، اللي بدا يلعب بيها وبدات واضحه للناس كلها، واللي يقدر يواجه يواجه بقى، يتفضل يواجه. لما بيلعب ب 4-1 4-1 حاجه يعني بتعمل كثافه هجوميه غير عاديه، ضغط هجومي غير عادي. الاهلي يكاد نادرا ما انك ما تلاقيش الكره بين رجلين اللاعبين. مجرد ان الاهلي بيفقد الكره فورا من الضغط المكثف اللي بيحصل من كل الاتجاهات، الفرقه الثانيه مش عارفه تعمل ايه، تلاقي اللاعب اللي معاه الكوره محتار يباصيها فين، لدرجه ان هم كانوا بعض الاوقات بيضيعوا وقت في التمريرات عشان يحاولوا يطولوا زمن الكره معاهم على قدر الامكان. كان الاهلي بيجيبها باسرع ما يمكن يعني. يعني في الغالب دائما بتلاقي استحواذ الاهلي في حدود 60%، وقد يصل من بعض الفرق الى 65%، يعني استحواذ غير عادي يعني. فطبعا حاجه جميله وحاجه مميزه، اللعيبه كلها بتادي دورها بشكل قوي وشكل مميز. نتمنى اليوم يا رب التوفيق. ما شاء الله لعب 5 مباريات، 5 انتصارات باهداف كبيره جدا، معدل تهديفك يكاد يتفوق على 3 اهداف في كل ماتش، حاجه عاليه جدا وحاجه محترمه جدا. فرص كتيره جدا برضو عندك، يمكن مهدره لو تسجلت كل فرص الاهلي اعتقد ان المعدل التهديف هيبقى عالي جدا، ومعدل التهديف غير مسبوق يعني في هذا الامر يعني. فطبعا تحيه للجهاز الفني وتحيه للاعبين، وحاجه محترمه جدا يعني. بضم صوتي لصوت حضرتك وبحيي ايضا الجهاز الفني واللعيبه على الاداء الجيد جدا اللي بيأدوه خلال الفتره الاخيره، لكن حضرتك عارف ان في ضغط مباريات، ضغط المباريات سواء محليا او افريقيا، وبالتالي في لعيبه هتقع منك. لكن حضرتك بنلاقي بسم الله ما شاء الله ان اللعيبه اللي بتحل محل اللعيبه اللي اتصابت زي محمود وحيد بيلعب مكان علي معلول وقادر ان هو يثبت نفسه، وقادر ان هو يخش مع المنظومه كانه بيلعب معاهم بقاله فتره، مش فرد جديد لسه على الماتشات بشكل اساسي. راي حضرتك في مستواه، وهل حضرتك شايف ان محمود وحيد قدر ان هو يعني يغطي الفجوه اللي سايبها علي معلول في الناحيه الشمال؟
يعني قبل اخشك على محمود وحيد، عايز اقول ان مستر فايلر نجح ان يخلي في منافسه كبيره جدا بين اللاعبين، ويخلي كل لاعب جاهز ان يلعب، ولما ينزل يؤدي بنفس المستوى اللي فايلر عايزه او اللي احنا عايزينه او اللي الناس متوقعه منه، اللي ما يعملش خلل في الفريق. فاصبح عندك عدد كبير جدا جاهز من اللاعبين. عمليه التدوير اللي عملها بين اللعيبه دي، حتى انت بتشوف اللي قاعد بره بالزعلان، يعني في لاعب مره قاعد على الدكه يبقى زعلان، دي عمليه خطيره صعب جدا شوية. يعني صعبه، يعني صعبه يعني احنا بشر برضه. انا مش هقول لك مش زعلان ايه، ليه؟ لان هو واثق ان ليه دور، ولما هينزل يلعب وجهز نفسيا ومركز جدا في الماتش، عارف هينزل يعمل ايه. فالامر ده خلى فيه ان عنده عدد كبير جدا من اللعيبه في كل المراكز، بينزل اي لاعب في اي وقت بيديك المطلوب، لدرجه ان هو الاثنين اللي عملوا تغييرات امبارح نزلوا جابوا اهداف، وجابوا اهداف مميزه، يعني مش اهداف عاديه يعني. علي معلول قيمه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا، زي حمدي فتحي لما كان في وسط الملعب. صح، لما شوفه لما مشي طبعا. حمدي كان ليه دور كبير جدا مع الاهلي، وكان من الصعب الاستغناء عنه، وحتى مع منتخبات واحد من افضل المدافعين اللي بيلعبوا دلوقتي، وحتى كل الخبراء اطلقوا عليهم المدافع العصري الحديث اللي بيقدر يعمل كل المطلوب منه في كره القدم. فالاهلي فقد هذا اللاعب لاصابه قد تمتد لست شهور او سبع شهور او اكثر، ربنا يرجعه باسرع ما يمكن. لكن فايلر بتكتيكاته وباللعبه اللي عنده قدر يتغلب على هذا الامر. نفس الموضوع بالنسبه للناحيه الشمال، علي معلول. علي معلول السنه اللي عدت افضل لاعب في النادي الاهلي، ويمكن كان من العوامل مهمه جدا اللي ساهمت في فوز النادي الاهلي بالبطوله، يعني هداف النادي الاهلي، يعني هداف النادي الاهلي وافضل لاعب، وعامل موسم حاجه ما شاء الله يعني. لا بس اللي عدت دي كان ليه دور طبعًا واضح طبعًا، وكان ليه اهداف مؤثره جدا يعني طبعًا. كون ان طبعا يقدر الله انه يصاب، فعندك بديل، عندك محمود وحيد بيأدي بشكل رائع وشكل مميز، ما حسناش ان في مشكله يعني. اداؤه دفاعيا واداؤه هجوميا مميز جدا يعني، وفرصه ان احنا كنا نتفرج عليه يعني، فما شاء الله حاجه مميزه وحاجه جميله. برضو المدرب هو اللي ليه الدور الاكبر ان دايما عندك المجموعه دي، لان هو سبق وكان لاعب برضو وحيد في احدى الماتشات، والراجل اجاد ولعب بشكل قوي وشكل مميز يعني. فطبعا حاجه جميله، وربنا يوفقهم يا رب دايما، حاجه محترمه يعني. لو اتكلمنا عن التحديات اللي الاهلي هيواجهها خلال الفتره اللي جايه، ممكن حضرتك تلخصها لي في ايه؟ بالطبع فريق قوي زي النادي الاهلي بهذا الشكل، قوي فنيا، قوي بدنيا، قوي بالعدد الكبير جدا من اللعيبه اللي موجوده عنده، بعدد اللعيبه الجاهزه الكتير اللي موجوده عنده، بالاداء، بالنتائج اللي بيعملها، بالحرصه انه طول انه يكسب كل الماتشات اللي بيلعبها. اعتقد ان هيواجه طبعا صعوبات، يعني هيواجه طبعا اي فريق هيقابل الاهلي، الفريق ده يكون عنده دوافع عاليه جدا، ازاي يوقف الاهلي، ازاي يعني يوقف تقدم الاهلي يعني. اكيد طبعا كله دلوقتي بيدرس يعني كيف تواجه هذا الضغط المتقدم جدا للنادي الاهلي، كيف تواجه هذه الكثافه العدديه للنادي الاهلي، كيف تواجه العدد الكبير جدا من لعيبه الاهلي اللي في وسط الملعب بيتقدموا على الهجوم، فبالتالي انت ما بتعرفش تواجه حد منهم. اعتقد ان كله هيبدا يفكر ازاي يعرف يجيب جون في الاهلي يعني، ودي بتشوفها من فرق كتير جدا، انك انت يعني الاهلي طبعا مندفع هجوميا بشكل كبير جدا يعني، فالبعض على كده هيفكر في الموضوع ده. التحدي الكبير للنادي الاهلي انه يعالج المنطقه الخلفيه اللي ظهرت امبارح برضو فيها بعض الثغرات، اللي وكاد ان الاهلي شباكه تستقبل هدف، اعتقد ان دي محل دراسه، وفي المدافعين مش موجودين ابرزهم محمود متولي لما يرجع كده يكون له دور كبير جدا في الموضوع ده. فدي ده تحدي كبير جدا، انك تعالج دفاعك وتقوي دفاعك بشكل كبير جدا، انك في فرق هتلعب قدامك بطرق دفاعيه وتقفل قدامك الاطراف بشكل كبير جدا، لان الاهلي بيعتمد عليها كبير جدا. لكن الميزه في الاهلي برضو، الاهلي عنده حلول كتيره جدا في اللعب يعني. بصيت لو الاهداف الثلاثه للنادي الاهلي ما تعرفش جاي لك منين، من الشمال جالك، من اليمين جالك، من العمق جالك، غير التسديدات وغير الفرص الكتيره اللي موجوده. فطبعا الاهلي ده هو نفسه هيبقى تحدي للاخرين، فاعتقد ان الامور مش هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي في مباريات كتيره جدا، بدليل ان وادي دجله، وانا بعتبر وادي دجله من الفرق اللي بتلعب كره قدم مميزه جدا في الدوري، وتكاد تكون بتلعب كره حلوه يعني، لان مدربه عنده فكر وعنده رؤيه، وبيقدم لنا نماذج حلوه في كره القدم، وبيقدم لنا اداء كويس. سؤال حضرتك دلوقتي اتكلمت على دجله، وقلت ان دجله بيقدم كره حلوه، لكن الكره الحلوه بتقود دجله الى المركز الاخير. راي حضرتك هل استمرار المدير الفني لدجله، ولا تغيير الدماء، بما انه الموسم الماضي دجله كان بيعاني لكن قدر ان هو يبقى في الدوري الممتاز، هل حضرتك شايف ان دجله يقرر نفس الكلام الموسم ده،
والله حان الوقت علشان دجله يغير دماغه وينقذ ما يمكن انقاذه خلال الموسم الحالي. لا انا شايف ان اصلا يعني بص للاداره وانت تفهم الاجابه على السؤال بتاعك ده. الاداره برضه انا عايز حضرتك تفهمني وتقول لي لا 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 سوري انا اسف يعني وانت تلاقي يعني اقصد تلاقي الاجابه على السؤال. لا انا اسف جدا في التعبير. لا انا عايز اسمع من حضرتك والله. لا والله لا ما اقصدش انك تفهم. لا بقول يعني بص يعني بص لاداره وادي دجله وهتلاقي الاجابه جات لك من هناك. صح. ازاي اداره جديده؟ اداره محترمه. تمام. اداره مستقره. اداره بتلعب بتشتغل على مسافات طويله زي نفس الفكر الموجود في اداره النادي الاهلي. ما بتحاسبش بالقطعه. لذلك لما جابوا المدير الفني اليوناني تاكس جونياس في اتعاقد معاه السنه اللي فاتت فكانت النتائج سيئه جدا زي ما قلت حضرتك ولكن ماجد سامي تمسك بيه بشكل كبير جدا لان هو كان مقتنع بقدراته وامكانياته يعني وقدر الراجل فعلا يكون عنده حسن ظنه ووادي دجله يعمل نتائج قويه ونتائج مميزه في المرحله الثانيه يعني. اعتقد ان الثلاثه بونت الموجودين عند دجله دلوقتي يعني غير لائقين وغير مناسبين لا للمدرب ولا للعيبه اللي موجوده الحقيقه في الفريق يعني الفريق فيه مجموعه لعيبه كويسه ولعيبه مجموعه مميزه يعني وكان امبارح كان ممكن قدامهم فرص ممكن يسجلوا في الاهلي اكتر من مره يعني فاعتقد ان لن يتم الاطاحه بيه وانا مش مع الاطاحه بيه اصلا لان هو مدرب فعلا مدرب كويس لكن النتائج مش مساعداه. المؤكد ان المرحله المقبله هتشهد تطور كبير جدا في الاداء وفي النتائج. الدوري يعني الموسم ده يا استاذ محمد مش ممكن يكون عكس التوقعات ان الثلاث فرق اللي صاعدين من تحت هم بيأدوا بشكل رائع جدا ويعني ند قوي لكل الفرق عكس الفرق اللي كانت تعاقدت مع بدايه الموسم بميزانيات كبيره وضخمه مع لعيبه زي الجونه وزي دجله. الفرق اللي عندها الفرق الاستثماريه اللي عندها راس مال كبير. هل حضرتك شايف ان الموسم الـ 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 النسخه الحاليه هي نسخه ملهاش مقاييس؟ اتوقع انها تكون نسخه مختلفه. تمام. لان في طموحات كبيره جدا عند الفرق اللي طالعه وعندها رغبات كبيره جدا وغير كده ان في مدربين ماسكين فرق جداد طالعين سنه اولى دوري ممتاز عندهم طموح كبير جدا ان يكون لهم اسم يعملوا اسم زي ما تقول لي اسوان مجد عبد العاطي اول مره يمسك كفريق كابتن ايمن المزين في طنطا عبد الناصر في سي مصر يعني ودول وجوه شابه وخلق كوادر تدريبيه جديده في مصر يعني وده مهم جدا يعني. هيحصل يا استاذ محمد؟ لا هيحصل باذن الله. كوادر فنيه اداريه في المجالين الاداري والفني. بص يا كابتن عمر يعني انا عندي يقين وعندي ايمان ان احنا كمصر بفضل الله بلد ولاده في كل الاتجاهات لا ينضب معين المصري على الاطلاق في كل مجال يعني ممكن يعني بص لما اعتزل كابتن الخطيب قال لك خلاص كده مش هنشوف كوره لما اعتزل ابو تريكه قال لك خلاص بطلت لما اعتزل مارادونا قال لك خلاص بطلت شوف لكن بتطلع طلع صلاح وفي ناس تانية طالعه بعديهم كتير في ميسي اهو مين اللي هيطلع بعد ميسي دلوقتي في خبر يا استاذ محمد انا قريته قبل حضرتك ما تخش لي بس انا كنت حابب ان انا احطه في الوقت الصح عشان اساله حضرتك فده وقته انا بنتكلم على الكوادر بنتكلم على الشباب فاتحاد الكوره قال ان هو بيدرس تحديد 70 عاما كحد اقصى لسن المرشحين للانتخابات. هل حضرتك شايف ان هو يعني 70 سنه ممكن نخلق كوادر شابه تكون موجوده تقود الكره المصريه؟ لا يعني مش كله هيبقى 70 سنه يعني بس كتير قوي 70 سنه يعني طبعا لازم الخبره طبعا مفيش شك ومحدش يختلف. بص بص يعني 70 سنه ده خبره كبيره جدا ولا بد موجود. بص انا ضد انك تقول ان 70 مثلا او ناس الاعمار السنيه متقدمه يستبعدوه ونعتمد على الشباب. لا الشباب ينفع لوحده ولا الشيوخنا في كل الاتجاهات ينفع لوحده. المزج بين الاثنين بين الشباب وبين الشيوخ يديك لان ده عنده الخبره وده عنده الحماس وعنده الجهد وعنده الطاقه وعنده الرؤيه وعنده الابداع فمهم جدا. فاعتقد اذا كان حط البند ده المؤكد يكون في مساحه للشباب ان يدخل. ليه بقى؟ لان الشباب هو اللي بيتحرك هو اللي بيروح هو اللي بيجي. طب مين اللي بيخطط في دماغ تخطط؟ صح. ممكن ليه بقى؟ لان الـ 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 السن ده بيديك خبرات. السن ده الحياه دي مدرسه كبيره جدا مريت انت بمواقف كتيره جدا. اعتقد ان في رؤيتك دلوقتي المواقف كنت بتشوفها من زمان الدنيا اتغيرت. صح. لانك مريت ومريت بتجارب ودخلت في ايجابيات ودخلت في سلبيات الشاب ما دخلهاش ما شافهاش فبالتالي هو بيخش لسه هيخش ياخد تجربه. انت تقدر تنقذنا من مطبات كتيره جدا فمهم جدا ان يكون عندك رئيس الاتحاد امين الصندوق نائب الرئيس اعمار سنيه متقدمه وليهم خبرات كبيره جدا وشخصيات مرت بتجارب مهمه جدا في الملاعب وفي الكوره وفي الاداره وفي كل حاجه. ده مهم جدا ومهم جدا يكون عندك الشباب بتاعك اللي يتحرك ويجري. صح. ويتابع كل مستحدثات العصر يعني طبيعي. كل ما هو جديد موجود في العصر فده مهم جدا يعني. طيب وحشتنا بطوله افريقيا ومن 2013 الاهلي لم يحقق بطوله افريقيا. هل حضرتك تعتقد ان سنه 2020 باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق لقب دوري ابطال افريقيا ان شاء الله؟
انا طبعا نقطه مهمه كده، بس قبل ما تقفل ملف الدوري كان في نقطه عايز حابب اتكلم فيها، لان احنا كنا بنتكلم في الجزء بتاع ايه، اسوان، اسوان وطنطا. ماشي. يمكن النهارده كان عندنا ماتش الاتحاد وطنطا وانتهى التعادل. الحقيقه بشيد بنادي طنطا بيأدي بشكل قوي جدا مع ايمن المزين، وبشيد بنادي الاتحاد في نفس الوقت طبعًا. مع كابتن طلعت يوسف المدير الفني طبعا الاستاذ مصلحي، حاجه محترمه طبعًا. جدا يعني. طبعًا. والاتحاد يمكن كان بيضيع وهو دايما بيجي ينتشل نادي الاتحاد السكندري. يعني بحيي الكابتن طلعت يوسف المدرب الخلوق المحترم المهذب، حتى الراجل لما بيطلع يتكلم تزداد احتراما لهذا الرجل، يعني لا يغلط في حد ولا يتجاوز ولا فريق منافس ولا اي حاجه، بيتكلم عن لعيبته. حتى لما كان موجود على القمه وبيكلموه عن القمه يقول لهم يا جماعه انا ما لعبتش لسه، ده لسه بدري قوي والمنافسه محترم. كبيره جدا. كابتن طلعت مدرب محترم، حاجه جداً محترمه يعني. جدا كابتن طلعت يوسف مهذب جدا. الجزئيه اللي انا عايز اخرج منها كلها، الانديه الشعبيه في الدوري السنه دي عندنا، الانديه الشعبيه الدوري السنه دي ادت طعم للدوري السنه دي، ادت طعم للدوري السنه دي لانها اشتغلت بشكل كويس جدا. صح. طبعا الاهلي والزمالك هم الاكثر شعبيه اللي موجودين، ودول معروفين موجودين دايما في المقدمه بتاعت الدوري. عندك الاسماعيلي من الانديه الشعبيه العظيمه، صحيح في تعثرات دلوقتي، لكن الاسماعيلي بيعود زي ما عمل السنه اللي فاتت، وقدر يرجع ويقدر يرجع في اي وقت لانه عنده القدرات وعنده الامكانيات اللي النادي المصري ما شاء الله ماشي بشكل قوي وشكل مميز جدا. على فكره محلي الاول انتهى 0-0 بين المقاولين والمصري بمناسبه النادي المصري. تمام. المصري من الفرق ماشي بشكل رائع بين في افريقيا وفي الدوري. عندك طبعا اتكلمنا عن نادي الاتحاد، عندك نادي طنطا ماشي بشكل كويس جدا بالرغم انه يعني متاهل للممتاز من القسم الثاني السنه دي. عندك نادي اسوان برضه رغم الامكانيات الماديه الصعبه جدا والظروف الصعبه اللي بيشتغل فيها كابتن مجدي عبد العاطي الا انه ماشي. انا عايز اخرج من الكلام ده ان وجود الانديه الشعبيه في الدوري بهذه القوه هذا الشكل هيدي للدوري المصري قوه وروعه ومتابعه بدرجه كبيره جدا من الجماهير. صح. لو رجعت الجماهير الى المدرجات ستشاهد جماهير كثيره جدا في معظم المباريات، لان هتلاقي الانديه الشعبيه متواجده في معظم المباريات، وده مهم جدا. يا رب ان شاء الله يوفقوا حواليك. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال خاص بالجماهير قبل ما نروح لافريقيا؟ تمام. ايه اللي مطلوب من الجماهير يا استاذ محمد علشان تعود وبقوه الى مكانها الطبيعي المدرجات في الماتشات؟ تمام. وعلشان يعود يعني تعود الحياه الى ماتشات الدوري بشكل عام والكاس وافريقيا بشكل اكبر، ايه اللي مطلوب من الجمهور ان حضرتك يعني تنصحه لشبابنا واخواتنا وحبايبنا علشان يعودوا من جديد؟ سؤال يعني مهم، ويعني كان نفسي اتسال الحقيقه السؤال ده يعني. بس تتمنى احنا نسال حضرتك على طول. الحقيقه يعني الجمهور هو يعني بص زي ما يعني هو روح الملاعب. تمام. هو الاكسجين اللي بنتنفسه او بيتنفسوه اللاعبين في الملاعب. هو الصوره الجميله اللي بتوصلنا احنا واحنا بنشاهد حتى على التلفزيون. يعني فرق كبير جدا بانك تبقى قاعد تتفرج على ماتش كوره ومدرجات تنعق فيها الغربان، وقاعد تتفرج على مدرجات فيها اغاني واهازيج وموسيقى واناشيد وتشجيع ودوافع بتاخدك للامام بشكل صح. كبير جدا. اللي احنا عايزينه ان عايزين نشوف المشهد الثاني، ان الجمهور المصري يرجع المدرجات وان نعود الى ما قبل 2011. طبعا الحاجه الكارثيه اللي اثرت علينا لغايه دلوقتي بعد حدث طبعا اللي تعرض ليها جمهور الاهلي في بورسعيد والمشكله اللي حصلت دي. طب احنا عايزين نرجع تاني للمدرجات. تمام. نرجع ازاي للمدرجات؟ اولا يعني لازم يكون في ادبيات واخلاقيات تتمتع بها كل الجماهير. انا مش بتكلم دلوقتي على الجماهير، انا بتكلم على كل جماهير الكوره في مصر. صح. يا جماعه كل جماهير الكوره في مصر علشان نرجع لمدرجاتنا، يرجع جمهور الاهلي والزمالك والاتحاد والمصري والاسماعيلي وكل الناس دي ترجع. لازم يكون في ادبيات وفي اخلاقيات وفي انضباط وفي التزام بتعليمات المنظمين للمباريات، في التزام برضو بالاشياء الامنيه اللي بيحطها الامن. صح. مش بيحطها علشان تبقى قيد عليك، ممكن يكون بيحطها عشان يحافظ على حياتك. صح. بيحافظ عليك ويحافظ على حياه الاخرين، فده مهم جدا. فانت لما تمنع من حاجه يعني استجيب، ان نكون موجودين في المدرجات بشكل شيك وبشكل منظم، نبطل الشتايم. انا الحاجات اللي بتجننها يا كابتن عمر، ليه شتايم؟ مش عارف ليه نشتم في بعض؟ ليه هتافات منظمه شتايم ضد شخص ما او ضد اي شخص ما؟ ليه يعني؟ طب انت حضرتك يعني انا عايز اوجه سؤال، انت حضرتك احد اي مشجع او اي فرد جمهور ايا كان النادي انت تنتمي ليه، انت شخصيا تتمنى او ممكن حد يشتمك بشكل مباشر او يسبك بامك او يسبك بابوك او يوجه ليك اي حاجه زي كده؟ يعني حط نفسك مكان الاخرين، عامل الاخرين بنفس الطريقه التي تتمنى ان يعملوك بها. فيعني كل الناس لها اباء ولها امهات ولها اسر ولها اولاد، ما ينفعش الكلام ده. حتى لما نقعد ونشجع برضو، يعني احنا دلوقتي الدوريات الاوروبيه يا كابتن عمر
وانت استاذ في هذا الامر وضليع في هذا الامر ما شاء الله متخصص. ربنا يخلي حضرتك. في بتشوف الجمهور بتستمتع، اللعيبه بتطلع تسلم على الجمهور بيحضنوا بعض الجمهور واللعيبه بعد الاهداف. هل ده يكون راي حضرتك لو اتحاد الكوره فرض على الانديه ان بعد كل مباراه نطلع نسلم على بعض، هل العصبيه والتعصب اللي موجود في الجمهور ممكن يختفي؟ ما هو ممكن يختفي لو انا ما شفنا اللعيبه بتسلم على بعض بعد الماتش. اللعيبه ما بنشوفش يعني دي لقطه تانيه. ايه تلاقي مثلا بص مش مين اكبر كلاسيكو في العالم؟ برشلونه وريال مدريد مثلا يعني، وما بينهما يعني حتى سياسيا لا ما بينهم حتى سياسيا بشع جدا. بعد الماتش تلاقي برشلونه مظبط ريال مدريد بالخمسه او العكس، او العكس عشان محدش يزعل، او العكس او العكس بقى بيزعلوا دلوقتي تلاقي في ناس برشلونيه وناس مدريديه يعني. فتلاقي ده او كسبان ده وكله بمنتهى الراحه بيسلم على بعض، لا حد ضرب ازازه ولا حد شد شنطه ولا حد راح للاعب وقال له مش عارف ايه ولا ايه الادب والاحترام ده. وترى الفائز والمهزوم يخرجان وكان مفيش حد خسر في الماتش. أيوة طبعا الكسبان الروح الرياضيه، انت كسبت الماتش صفر حاجه بخاصه قصه القصه، وانا بفكر في اللي جاي وانت بتفكر في اللي جاي وهكسبك تاني وهكسبك تاني. حب ناديك زي ما انت عايز، اعشق ناديك زي ما انت عايز، شجع ناديك زي ما انت عايز، مالكش دعوه بالاخر يعني سيب الاخر مع نفسه يعني، ما تشتموش ما تهنوش ما تعملوش حاجه زي كده، ما تكسرش المدرجات، ما تقعدش في الاماكن مثلا، يبقى في نظام معمول علشان حاجات اجراءات امنيه في الملاعب لا قدر الله حصلت حاجه الناس تقدر تتحرك فيها، تيجي انت قاعد بين الكراسي في المدرجات، حاجات كتيره جدا المفروض نلتزم بيها، كل جماهير مصر تلتزم بيها علشان نقدر نرجع للجمهور، لان الحقيقه لن يكون عندنا دور قوي الا بالجمهور. انا متخيل ان فرقه النادي الاهلي لو جمهور النادي الاهلي بالكامل مع الفرقه كنت هتلاقي قد كده 10 مرات، وانا شايف الاداء بتاع الاهلي ده دلوقتي لو الجمهور متاح له انه يبقى موجود، لو الجمهور انا نفسي اشوف المشهد ده، نفسي اشوف المشهد ده. تخيل ان والله العظيم لو دلوقتي الجمهور متاح له يبقى كده ورا النادي الاهلي بهذا الاداء العظيم، هتلاقي الجمهور بهذا الشكل. الصوت كمان بقى ادينا الصوت يعني، بص الصوت بقى يا استاذ محمد وحضرتك بتتكلم، الصوت فعلا بيرج الملعب ويحرك الصخر زي ما احنا متعودين. الجمهور ده كان حاسم في ماتشات كتيره جدا سواء للاهلي او دخل في صعود الاهلي. انا يعني بقى الجمهور لاعب مؤثر جدا في نتائج الفرق ونتائجهم، ده جمهور الاهلي العظيم. لعيبه يعني اللعيبه محمد وحضرتك واحد حضرت ماتشات كتيره جدا للنادي الاهلي، ويعني في اوقات كده تتمنى انك تكون لاعب بتلعب في الملعب علشان الجمهور ده يشجعك وينده باسمك ويبقى وراك ويحفزك. ده قاعد تبقى تحس انك انت بتبقى قشعريره كده وانت موجود. احنا حسيناها دلوقتي على فكره. حسيناها دلوقتي. انا لما بحضر ماتشات زي كده تتهز من جواك من حماس الناس دي وتشجيعها واداء يعني حب الناس للنادي الاهلي، حب الجمهور النادي الاهلي او حب اي مشجع لاي نادي، حاجه عظيمه جدا وحاجه رائعه. يعني احنا منتظرين جمهور النادي الاهلي المتمسك بقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وسلوكيات النادي الاهلي واخلاقات النادي الاهلي، لان من وجهه نظري اي حاجه بتحمل اسم النادي الاهلي لابد ان تسير تحت مظله قيم ومبادئ وتقاليد النادي الاهلي، فده مهم جدا. واعتقد هم عارفين هذا الكلام وعندهم هذا الكلام، وهم يعني اساتذه، وهم يعني احنا بنتعلم من الجمهور ده صح حاجات كتيره جدا. الحقيقه الجمهور الاهلي ده يعني انا يعني والله العظيم شفت جماهير كتيره جدا ومتابع جماهير كتيره جدا، بس تشعر ان الجمهور الاهلي ده يعني نوعيه خاصه طبعا. شكل مختلف، حاجه يعني طبعا. جميله جدا، عشقه للنادي وعشقه للكيان ودايما واقف في ظهره وسبورت ليه في كل مكان، حاجه عظيمه جدا. يا رب ان شاء الله نشوف هذه القوه الجباره وهذه الطاقه. ده بص ده زلزال. ما انا عشان كده عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك راجل قيمه وقامه اعلاميه وصحفيه كبيره، هل حضرتك شايف الاعلام مقصر في دوره وكلامه تجاه الجمهور علشان يوعيه وعلشان يتكلم معاه في تخصيصه فقره من ضمن فقرات بالساعات على شاشات التلفزيون وفي الصحف والمواقع في توعيه الجمهور، وانه ازاي يوعي الجمهور من اول لما يروح الماتش لحد لما يخرج من الماتش، جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكل انديه مصر، ازاي نوعي الجمهور في كل الكلام ده؟ وهل حضرتك شايف ان الاعلام مقصر؟ وازاي الاعلام يشتغل على نفسه خلال الفتره اللي جايه في توعيه الجمهور للنهوض بالكره المصريه علشان نكون زي مش قريبين من الكره الاوروبيه في التشجيع؟ ده كلام مهم. الاجابه على سؤالك يا كابتن عمر محتاجه منظومه الدوله بالكامل. تمام. ليس الاعلام فقط الان، لان دي اي انسان فينا يعني دايما في اي موقف بيعبر عن الثقافه اللي موجوده جواه، تمام، التعليم اللي موجود جواه، الافكار اللي موجوده جواه، الخبرات اللي موجوده جواه،
بتطلع منه في اي مجال. لذلك انت عمليه التوعيه دي وعمليه ان انا يكون ان انا انك توصل لانسان مثالي يكون موجود معاك، ده اعتقد من المدرسه من الصغر، انك بتربي عند الصغر وعند النش الروح الرياضيه. وزي ما انت بتتقبل الفوز وتسعد وتفرح بيه، لابد ان تتقبل الخساره، لان الحياه مش كلها انتصارات، واخد بالك؟ وزي ما بتقبل الايجابيات تقبل السلبيات، وزي ما بتسعد بالحاجات السهله والحلوه والجميله في صعوبات هتقابلك ما تقفش قدامها وما تخليكش تنكسر وما تخليكش تحبط لدرجه انك تعمل حاجه اسوأ من اللي موجود قدامك يعني. انا من وجهه نظري يعني، وده موجود يعني، انا شايف ان مش الاعلام دلوقتي والبتاع، ان الفن المصري زمان كان بيرسخ قيم واخلاقيات وسلوكيات في الناس. صح. ان المدرسه المصريه زمان كانت بترسخ قيم واخلاقيات وبتربينا وبتطلعنا بنحترم الكبير ايا كان، حتى لو غلط فيك انت بتحترم. المدرسه المصريه عندك من كي جي 1 لغايه الثانويه وبعد كده الجامعه، كان كل ده اخلاقيات بتبص فيك بحيث انك تطلع شخص صالح للمجتمع. المسلسلات المصريه اللي كانت بتبث والقوة الناعمه العظيمه بتاعت مصر كنا مسيطرين بيها على المنطقه بتاعتنا. لو بصيت، لو رجعت حتى لو بصيت دلوقتي على قناتنا ماسبيرو زمان اللي بتعيد نفس المسلسلات القديمه كلها، ترى اخلاقيات وسلوكات مختلفه تماما وغير موجوده دلوقتي. الافلام المصريه اللي موجوده، اللي كميه افلام بس عنف بشكل غير عادي في يمكن في العقدين الاخرين، اكيد اثر على سيكولوجيات شباب كتير جدا وعلى سلوكيات ناس كتير جدا. فعمليه الاصلاح، شوف انا بكلمك على المنظومه شامله تقدر تعمل ده. وطبعا الاعلام في المقدمه، لان الاعلام هو الاكثر تاثيرا في الراي العام. احنا مش في مجال توجيه النصائح او مجال اصلاح سلوكيات او مجال التحدث عن سلبيات الان، ولكن احنا بنقول ازاي يكون عندنا في المستقبل يعني، المفروض اشتغل حتى يعني، شوف النادي الاهلي بيشتغل ل 2045، ممكن اشتغل على المنظومه دي ل 2030 مثلا، بعد 10 سنين او بعد 15 سنه يعني. اعتقد ان الاعلام ليه دور، المدرسه ليها دور، البيت ليه دور، المسجد ليه دور، يعني حاجات كتير جدا، السينما ليها دور، الفن ليه دور، الحاجات دي مهمه جدا في اصلاح اي سلوكيات في المجتمع يعني، بحيث ان ان ان, إن معاملاتنا كلها في المجتمع وليس في مباراه كره القدم فقط تكون معاملات سويه ومعاملات محترمه، وان الاخلاقيات هي اللي تغلفنا، لان يعني ديننا الحنيف دايما بيشجع على الاخلاقيات يعني. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك عليه الصلاه والسلام: بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فخلي عندنا الخلق ده اساسي في حياتنا يعني. صح. طيب انا في جزء عايز اروح ليه مع حضرتك مهم جدا، بعديها ارجع لملف الدوري عشان اخد راي حضرتك في شويه ملفات خاصه بالكره. حتى كده من الحته الافريقيه. لا ما انا بقى قبل الحته الافريقيه، علشان ده جزء مهم جدا جدا خاص بالنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما حضرتك بناخده مثل وقدوه، وكل الانديه المصريه بتمشي وراه، الانديه المصريه والافريقيه العربيه مع كامل الاحترام والتقدير، الاهلي دايما هو اللي بيكون سباق. لكن حضرتك عارف ان اي نجاحات بتكون دايما في العنصر البشري، العنصر البشري بيكون مهم جدا جدا، لو طورت منه وحسنت منه هيديك نتائج مفيش احسن منها. وبالتالي كابتن خطيب اجتمع مع لجنه التخطيط وايضا مع كل المسؤولين عن قطاع الناشئين، من كابتن فتحي مبروك للكابتن تامر حفني، واتكلم على العنصر البشري وتطوير العنصر البشري في قطاع الناشئين والبراعم، والاستعانه باخصائي تغذيه واخصائي نفسي علشان يطوروا وعلشان يسهموا في عمليه تطوير العنصر البشري، علشان يكون عندك ناشئ صاعد مثقف واعي سليم 100% جسديا وصحيا. شايف حضرتك الخطوات دي كلها راي حضرتك فيها ايه، والاسراع في انجازها ايه؟ طبعا ده كلام مهم وكلام محترم، وعمليه بنيه تحتيه تمام للوصول مستقبلا الى لاعب كره قدم مميز بشكل رائع ومتكامل لانك انت ممكن لاعب تصرف عليه وتفاجئ انه مش متزن نفسيا، صح، يعمل لك مشاكل، ده امر بنشوفه يعني بعد ما صرفت عليه كتير جدا. صح. ممكن لاعب تصرف عليه وما تلاقيش متغذى بشكل كويس فما تستفدش منه، فتلاقي اصابات كتير جدا وتعبان ومجهد، ولياقته وقوته البدنيه ما بتؤهلوش ان هو يعبر عن اللي جواه. تثقيفيا ممكن النجم ان انت بتصرف عليه لكن تفاجئ ان هو سلوكاته مش مظبوطه، معاملاته مش كويسه. صح. افكاره مش مظبوطه، ما عندوش القيم والاخلاقيات بتاعت النادي الاهلي. ما يفعله الان كابتن محمود الخطيب مع هذه ومجلس الاداره بشكل عام مع لجنه التخطيط ومع قطاعات الناشئين، ده عمل اعتقد انك سترى اثاره في المستقبل اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذه الافكار ان هي يعني تبقى اساسيه وتستمر، بحيث ان الكابتن محمود الخطيب بيدير النادي الاهلي بعد سنه بعد اثنين بعد 10 سنين، وجت اداره ثانيه بعد حتى بعد 20 سنه،
تكمل على نفس المشروع. يعني ده سيستم موجود في النادي الاهلي، فهو بيحط سيستم دلوقتي، فده امر مهم جدا لتخريج لاعب كره قدم زي ما حضرتك قلت متكامل العناصر يقدر يفيدك مستقبلا، زي ما بنشوف الاخلاقيات اللي موجوده في اللاعبين الاوروبيين بتصنعهم مؤسسات. فحتى فمهما تعرض لضغوط ومهما تعرض لصعوبات تلاقي عنده اتزان نفسي وعنده توازن، وعنده توازن حتى في انفعالاته يعني. فدي ادبيات واخلاقيات مهمه جدا، وده حاجات مهمه جدا مطلوبه ليس في النادي الاهلي فقط ولكن في كل الانديه، لان مش هيكون عندك مستقبل كويس ما لم يكون عندك ناشئين كويسين مميزين تشتغل عليهم لسنوات طويله جدا. ولازم يكون عندك برضو اذا كنت بتستعين بلعيبه من بره، مهم جدا انك انت يكون عندك ابنك انت اللي ربيته وانت اللي عملته، وانت اللي تجيب موهبه كبيره جدا وتتبناها من الصغر وتفضل تصرف عليها لغايه ما تبقى عندك كده حاجه عظيمه وحاجه عبقريه. يعني لو بصيت نموذج ميسي اللي هو اعظم لاعب في العالم، شوف برشلونه خده منين. يعني برشلونه يعني لما بدات ميسي مع برشلونه عنده ضمور وكان عنده نقص في الكالسيوم، يعني ايه ده يا جماعه، ده ما ينفعش خالص يروح خالص. يعني بس هم خدوه عملوا له الناحيه الصحيه والنفسيه والغذائيه وعلموه وربوه الحاجات دي كلها. فدي حاجات مهمه جدا، يعني حاجات عظيمه مهمه جدا ان في اللعبه عشان تصل الى النجم الموهوب المتكامل ان شاء الله. ان شاء الله يتم تنفيذها بشكل محترف. البطوله الافريقيه ولازم السؤال ده، يعني انا يعني طبعا متوسم خير في المستوى اللي الاهلي بيقدمه الموسم ده في طبعا في الدوري وبطولة الكاس وبداية الافريقية. مباراة النجم ليها اسبابها، لكن مباراة الهلال الاهلي ادي فيها بسم الله ما شاء الله بشكل جيد. هل حضرتك شايف ان سنة 2020 ان شاء الله يكون وشها حلو على الاهلي، والاهلي يحقق اللقب الافريقي التاسع علشان يكون موجود مع الكبار في كاس العالم للاندية؟ اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي ايوه ده هو الطريق ان شاء الله الى منصة 2020 باذن الله ان شاء الله. انا مش بقول ان الاهلي بطل البطوله وفاز بيها، طبعا الكلام ده ما ينفعش يتقال وما ينفعش اي حد يقول صح. على الفريق واحنا لسه في الادوار في دور المجموعات مهما كان هذا الفريق. يعني مثلا دوري ابطال اوروبا دلوقتي لا تستطيع ان تقول مين اللي ممكن يفوز بيه على الاطلاق حتى لو كان اللي موجودين. طبعا نتمنى بكل الأهلي. تاكيد نتمنى الاهلي وان شاء الله الاهلي يفوز بهذا اللقب، يعني بعد ما غاب عنه من 2013 كان اخر لقب فاز النادي الاهلي وكان على يد الكابتن محمد يوسف. الاهلي مركز جدا، يمكن الاهلي اشتغل على ده في الثلاث سنين اللي عدت ولم يحالفه التوفيق ولم يوفق، يعني وصل 2 نهائي ولم يوفق، وكانت البطولة الماضية لما الأهلي طلع من الأدوار الإقصائية مبكرا يعني. فالأهلي اشتغل على الحاجات دي، ويمكن الكابتن الخطيب المشرف على كرة القدم اتحرك بشكل كبير جدا، جاب صفقات مهمة جدا، جابوا مدرب مهم جدا. ممكن أكمل مع حضرتك بعد الفصل؟ معلش لازم نطلع فصل حالا، معلش أنا آسف. نطلع لفصل وبعدين نرجع نكمل مع الأستاذ محمد قوسي، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ محمد معلش قطعت حضرتك في كلامك عن بطوله افريقيا، وتسمح لي ان حضرتك تكمل بقى النقطه اللي كنت حضرتك بتستفيد فيها. بالظبط، يعني فالنادي الاهلي بيخطط لهذه البطوله بقاله عده سنوات، يعني تمام. امل ان يعود ليها لان دي بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي قاريا وعالميا، لان هي توصلك لبطوله العالم للانديه، ويمكن بطوله العالم للانديه بعد كده هتكون حاجه مختلفه تماما. انت عارف طبعا توصل ل 24 فريق تقريبا بعد كده. الاهلي كان من الفرق اللي ليها بصمات في البطوله دي وان شاء الله يرجع لها قريبا باذن الله. بنحتفل النهارده باول بطوله افريقيه للنادي الاهلي 12/12 82. فباذن الله انا شايف النادي الاهلي ماشي في الطريق الصح لغايه دلوقتي. صحيح ان اول مباراه يعني تعثر فيها بفعل فاعل، وكلنا نعلم من هو الفاعل. ده حقيقي. يمكن الاهلي لغايه طرد ايمن اشرف كان الاهلي مسيطر وماشي، كان هيعمل نفس الماتش وكان هيخلص يعني بفضل الله، لكن طبعا الحكم تدخل وحصل، فده ماتش خارج التقييم يعني. شفنا ماتش الهلال اللي الاهلي ادى فيه بشكل قوي جدا، واعتقد ان في دروس كتيره جدا الاهلي خرج بيها من هذه المباراه، انك تحاول تستثمر اكبر عدد من الفرص عشان ما تحطش في مازق في اي وقت من اوقات المباراه، يعني مهم جدا. واجمل حاجه في الاهلي دلوقتي ان الاهلي برده ما بيكتفيش بهدف ولا باثنين، الاهلي دايما بيسعى جاهدا ان بيزود حصيلته او غلته من الاهداف طول الوقت، فده مهم جدا. فانا شايف ان الاهلي ماشي في الطريق الصح ان شاء الله، وباذن الله يعني يكون له دور كبير جدا في هذه البطوله. لكن هذه البطوله واحده من اصعب البطولات القاريه تقريبا يمكن على مدار تاريخ البطولات الافريقيه. ليه؟ لان عندك مش اقل من يعني عندنا مثلا احنا في دور 16 دلوقتي عندنا 16 فريق فيهم 8 فازوا باللقب قبل كده اكتر من مره،
فرق عظيمه جدا، وهتشوف ممكن تفاجئ ان الثمانيه دول طالعين مع بعضين في دور الثمانيه، فهتبقى مواجهه تكسير عظام. تكسير عظام، مفيش هزار. لا مفيش هزار في الموضوعات دي. وهتلاقي الطموحات كبيره جدا، وهتلاقي الدوافع كبيره جدا عند كل الفرق ان هي تفوز بالبطوله. الاهلي محتاج تركيز كبير جدا في البطوله دي، محتاج انه يؤدي بقوه، محتاج انه يسجل عدد كبير جدا من الاهداف في كل مباريات على قد ما يقدر. ان شاء الله تكون بطوله اهلاويه مميزه باذن الله. انا شايف ان الاهلي السنه دي بعد العروض اللي احنا شايفينها دي ان شاء الله يعني هيكون طريقه يعني ميسور باذن الله نحو هذا اللقب ان شاء الله. انا معايا خمس دقائق، حابب ان انا اتكلم مع حضرتك في موضوع مهم، اعتقد ان هو يعني يهم الشارع الكروي ويهم كل من هو يتابع دوري الدرجه الثانيه المصري. حضرتك بطوله الدوري الدرجه الثانيه بطوله صعبه جدا جدا، وبطوله مهمه، هي اللي بتطلع وبتفرغ لعيبه لمصر لانديه الدوري الممتاز، وكذا لعيب طبعا على مدار التاريخ تالق في دوري الدرجه الثانيه او دوري المظالم زي ما بيطلقوا عليه، وتالق في الدوري الممتاز، وكان الطريق ممهد ليه او كانت طريقه لتالقه في الدوري الممتاز. هل حضرتك شايف ان تقسيم ثلاث مجموعات هل ده يعني مسار صحيح للنهوض بدوري الدرجه الثانيه علشان ينافس دوري الدرجه الاولى؟ وهل هو حضرتك شايف انه هل هو عادل ان احنا نلاقي مجموعه فيها فرق زي البلديه والغزل والمنصوره والرجاء ودمنهور والاولمبيا فاركو، وان المجموعه الثانيه فيها بني سويف والبنك الاهلي وشبان المسلمين والاعلاميين في مجموعه واحده؟ هل حضرتك شايف ان الجزء الاولاني ده صح والجزء الثاني ده صح؟ لا ده مش 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 مسار صحيح. ده مسار مجاملات، مسار مصالح، مسار فواتير انتخابيه. هل يوجد تكافؤ فرص هنا في المكتب؟ لا، ما انا بقول لك ده مسار فواتير انتخابيه، مسار مجاملات. ليه مجاملات؟ لان اصلا كان مخطط لهذا الدوري ان في هذا الموسم يكون 18 فريق او 20 يعني فريق، يعني مجموعه واحده. مجموعه واحده، وكل اشتغل على هذا الامر منذ ان تولى المهندس هاني ابو ريده، ان في سنه 2019 هيكون او 19 2019 2020 الموسم ده، ان هيكون معانا الدوري ده من مجموعه واحده من 18 فريق، نفس عدد الفرق اللي موجوده في الدوري الممتاز. دوري قوي جدا، دوري منظم جدا، دوري هيبقى فيه منافسه، دوري هيفرز لك الاقوى ثلاث فرق موجوده في مصر. انا كنت بالرغم ان انا راجل صعيدي، واتمنى ان الصعيد يكون له دايما فرقه في الدوري الممتاز، وعملوا كوتا للصعيد ان لازم يكون ليه مجموعه منفصله بيه ان يتاهل الفريق الممتاز. ده كلام جميل وكلام مميز. لا انا 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 يعني بنتجاوز كل ده من اجل مصلحه الكره المصريه، ان يكون عندنا دوري قوي ومميز، سواء تاهلت فرق من الصعيد، فرق من بحر، فرق من القاهره او القاهره الكبرى بشكل عام. نتفق على هذا المبدا، على هذه الفكره، لكن اتحاد الكره لم يفعل ذلك وتراجع عنها بعد ضغوطات الجمعيه العموميه وتاثيراتها في العمليه الانتخابيه. فانا مش شايف ان طول ما الدوري ده موجود بهذه المجموعات، ان كل مجموعه عندك تقريبا 36 فريق بيلعبوا ومفيش توازن في المجموعات، بدليل ان ممكن في فرق في مجموعه ثانيه قويه جدا اقوى من فرقه الاهلي من مجموعه ثانيه. يعني وكمان البنك الاهلي كان القاهره راح الصعيد. لا لا لا، حتى عمليه التوزيعات بيكون فيها مجاملات. بيكون فيها لعب كبير جدا ويكون فيها مجاملات. فانا عشان اعمل امنع المجاملات دي واستغل مصلحه الكره المصريه، اشيل كل ده. انا اسف جدا لو كلامي ده هيزعل حد، وكلامي ضد مصالح ناس. ما دام هو في المصلحه العامه اكيد محدش يزعل. لا لا، في ناس بتزعل من هذا الكلام، هم ناس كل همهم ان هم يبقوا موجودين. معلش ما يزعلوش. فمهم جدا يا جماعه، لو انتوا تهمكم مصلحه الكره في مصر، عايزين يكون عندنا دوري قوي جدا، وان الثلاث فرق يطلعوا ويشتغلوا بشكل قوي وشكل مميز، ان يكون عندك الدوري مجموعه واحده. إذا عملنا كده يبقى عملنا للصالح العام واشتغلنا، ما عملناش كده يبقى عملنا لمصلحة المجاملات وترضية الأقارب والأحباب والمقربين والمصوتين في الانتخابات. يعني نعمل يعني رأي حضرتك في النظام اللي ماشي عليه الدوري الإنجليزي، إن الدوري الدرجة الثانية أو الشامبيون شيب بيكون فيه بطل، بطل بياخد الدرع وبيحتفل، يبقى عمل إنجاز يعني أو حقق بطولة، بتبقى حاجة شرفية، يبقى حقق بطولة بطل دوري الدرجة الثانية وياخد درع ويتأهل الثاني والثالث معاه ويتأهله زي ما بتاع ده اللي المفروض يتعمل. يعني هم بيعملوا هناك بقى من الـ من الـ من الثاني للسادس بيعملوا دورة وبيعملوا كده زي شوف لها أي نظام، بس اعمل لي مجموعة واحدة قوية وتتشاف في التلفزيون ويبقى ليها عوائد ورعايه وبس، وتبقى حاجه قويه جدا وفي مقدره على التغطيه ده. واذا كان عندك هنا ثلاثه فعندك تحت 18 مجموعه ولا مش عارف كام، مئات الفرق في الدرجه الثالثه، ازاي هتطلع لعيبه بالشكل ده يا جماعه؟ يعني المفروض الدوريات دي تكون مفرخه بتطلع، وشفنا لعيبه موجوده في الدرجه الثانيه بتطلع تبقى نجوم. يعني حمدي فتحي اللي هو من افضل اللعيبه دلوقتي جاي من دمنهور وتدرج الى ان وصل، هنشوف لعيبه بهذا المستوى، لان دي القاعده بتاعت مصر.
فمهم جدا يعني. استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، شرفتني ونورتني ودايما بستمتع بيك. ربنا يخليك يا كابتن عمر، واهم حاجه تستمتع بالنادي الاهلي. بس انت بتستمتع بالنادي الاهلي؟ طبعا. هو مين يا سامي بتتمنى الماتش ما يخلصش صح؟ يعني دلوقتي تشعر ان مش عايزين الماتش الاهلي يخلص مش كده؟ لعيبه الاهلي بسم الله ما شاء الله، بس اهم حاجه ربنا يحفظهم من شر الاصابات ومن شر الحسد، اهم حاجه. حلوين دول. موافق يا كابتن عمر، ربنا يخليك اشكرك. ما ننساش ان احنا الجمهور المصري صوت لمحمد صلاح في جائزه افضل هدف في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأبطال. محمد صلاح وهدفه في ريد بول سالزبورغ مرشح بقوة علشان يكون أحلى وأفضل وأحسن هدف في هذه الجولة. نشوفكم إن شاء الله يوم السبت على خير في حلقة جديدة من كلام في الميديا. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.